النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، تم إطلاق استديوهات اتش بي سبرينغ بتعاون بين صندوق الصناديق الواحة الذي يديره بنك البحرين للتنمية وشركة الاستثمار العالمية هامبرو بيركس. ويعتبر هذا الاستديو أول استديو متخصص في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل نقطة تحول هامة في دعم نمو وتطور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. وقال الوزير فخرو إن هذا التعاون من شأنه أن يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما أكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتركز على بناء قدرات الشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال. طبعا دور بنك البحرين اليوم التنمية ما يقتصر على توفير حلول رقمية أو مالية للشركات الصغيرة أو المتوسطة. طبعا اليوم من خطتنا ومن استراتيجيتنا أنه دعم المؤسسات الناشئة مثل المؤسسة اللي هي تحت مظلة HP Spring Studio. استثمارنا في HP Spring Studio استثمار دايركت، لعوائد مو بس على الشركات الناشئة، لعوائد حتى على الاقتصاد. طبعا HP Spring Studio راح يلعب دور لتوفير كفاءات وتوفير بيئة التكنولوجية متكاملة حق الشركات الناشئة وتوفير بيئة حق رواد الأعمال. لقد كانت البحرين دائما مركزا للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان من المنطقي بالنسبة لنا أن نأتي إلى مركز التكنولوجيا المالية في المنطقة. نحن نجلب الخبرة من لندن التي تعد مركزا آخرا للتكنولوجيا المالية على مستوى عالمي من خلال الشراكة مع صندوق الواحة في المملكة، وهو شيء يسعدنا تماما أن نفعله. صح اليوم هو الافتتاح الرسمي حق استوديوهات سبرينغ ستوديوز، بس احنا نلعب دور فعال وحيوي في قطاع مجال الشركات الناشئة في 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 البحرين. فريقنا المتكامل اوريدي اطلق شركتين بحرينيتين في مجال التكنولوجيا المالية، واحنا اوريدي استثمرنا في شركتين ناشئتين بحرينيتين، والان قاعدين نبني شركات اكثر واكثر. والان نترككم مع اداء الاسواق المالية الخليجية. أصدر مصرف البحرين المركزي في الخامس من شهر نوفمبر 2023 الفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG الموجهة إلى جميع الشركات المدرجة والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين الأولى والثانية، مما يوفر لهم التوجيهات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وجاء ذلك تماشياً مع التزام مصرف البحرين المركزي بالشفافية والحوكمة السليمة للشركات والسعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والمناخية. وأوضح مصرف البحرين المركزي أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تتطور باستمرار، ولهذا يمثل إصدار الفصل الخاص خطوة تحولية نحو سوق مالية مستدامة. ويؤكد إصدار هذا الفصل على التزام المصرف بتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ، مع تعزيز هدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في عمليات الإفصاح وتطوير معايير حوكمة الشركات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيد عبير آل سعد، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي الأهداف الرئيسية لإصدار إطار جديد لإعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ في البداية شكرا أختي ريم على استضافتي اليوم، وبالنيابة عن مصرف البحرين المركزي أتوجه بالشكر لتلفزيون البحرين على الترتيب لهذه المقابلة لتسليط الضوء على إصدار المصرف لإطاره الجديد المتعلق بإعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
طبعا المصرف يدرك بأن الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية في تزايد، وبشكل عام أصبح موضوع العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين لإدراكهم بتأثيرها على أداء الشركات. لذلك يرى بأن من المهم جدا أن احنا نصدر الممارسات القواعد الجديدة بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لنواكب التطورات، فتم إصداره ويمثل خطوة تحولية نحو سوق مالي مستدام، ويؤكد على التزام المصرف بتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى تعزيز هدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في عمليات الإصلاح وتطوير معايير حوكمة الشركات. طبعا في المصرف نسعى من خلال هذه المتطلبات بأن تكون التقارير اللي راح تصدرها الشركات أداة موثوقة وقابلة للمقارنة للمستثمرين، وذلك لتوفير الشفافية وتمكين المستثمرين من الاطلاع على أداء وتطور الشركات في هذا المجال، وبالتالي تمكين المستثمرين من تقييم الشركة بجانب المقاييس المالية التقليدية. نعم. طبعا المصرف كان في الطليعة وقام باتخاذ مبادرات عديدة آخرها تضمين التقارير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية كجزء من متطلبات الإفصاح، وأجرى المصرف مناقشات موسعة مع القطاع المالي أثناء صياغة هذا الإطار، والذي سيدخل حيز التنفيذ إن شاء الله اعتبارا من السنة المالية 2024. طبعا ندرك أن هناك العديد من التحديات لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات والمنهجيات، وبالتالي لغرض الإفصاح سمحنا أيضا باعتماد نهج بديل أو آلية إفصاح مبسطة بشرط أن يظل الإفصاح واضح وعادل وغير مضلل. كذلك نهدف إلى توعية قطاع الشركات والقطاع المالي بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والتأكد من اتخاذهم التدابير اللازمة لمعالجة المخاطر المتعلقة بهذه القضايا بشكل مناسب. نعم أستاذ عبير، ما هي المعايير التي يعتمد عليها هذا الفصل الجديد؟ يتوافق هذا الفصل مع أفضل الممارسات الدولية ويعتمد على المعايير والأطر العالمية، على سبيل المثال وليس الحصر معايير المبادرة المالية للتقارير GRI، والمعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB وغيرها من المعايير لضمان تكامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة، ويتيح للشركات الاختيار ما بين معايير معينة معتمدة عالميا لانتقاء ما هو أنسب لهيكلها وطبيعة عملها. طبعا تم إنشاء هذا الفصل بعد نتائج الاستطلاع اللي أجرى مصرف البحرين المركزي في عام 2022، واللي شاركت فيه فئات مختلفة مثل الشركات المدرجة وشركات التأمين والمصارف وشركات الاستثمار، ومن هاي المنطلق تم الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم اللي استلمناها من خلال الورقة الاستشارية وتم تضمينها في هذه القواعد الجديدة. بالتأكيد السيد عبير السعد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لك.